وصلنا هون يا منسق. مظبوط دكتوره. اوكي ان شاء الله ناخذ اكزامبل ثاني على السيستم اوف نونلينير ايكويشنز. اوكي ان شاء الله. بالتالي هي عندي سيستم اوف تو نونلينير ايكويشنز، واذا بنيجي نتفرج عليهم what are the sources of nonlinearities is in this system of nonlinear equations. شو sources of nonlinearities؟ هون في عندي بالفيرست equation في عندي x to the power 2 squared، وبالequation الثانية في عندي ايش؟ cosine of x. بالتالي هذول هن two sources of nonlinearity. بس حكينا في المحاضرات الماضية لو كان عندك any system of linear equations n وكان at least one source of nonlinearity في أي من الequation، كل السيستم بتحول لإيش؟ بتحول ل نون لينير. بالتالي بقول لك بلش بالاستيميتس اللي هي 0 0، وبقول لك هي ترو سوليوشن ل x 3.64 ولل y 1.24. بالتالي اول خطوه يا نشامه انه نطلع الفيكس بوينت ريبرزنتيشن، وهي في عندنا اول فورم اللي ولدنا جي 1 لل x وجي 2 لل y اللي هي السكند فاريبل، وبلشنا بالحل. لاحظ اول ايتريشن اعطتني ماينس 1200، والثاني والواي اعطاني ماينس 21 ماينس 121. بعدين السكند ايتريشن هي اللهم صل على النبي الارقام قاعده بتزيد بشكل كبير، معناته احنا الحل اللي عندنا هو ايه؟ ايوه عباره عن 1 و 3 تقريبا. بالتالي مبين انه السوليوشن شو ماله؟ قاعد بيعمل دايفيرجنس، وبالتالي معناته الفورم هذا اللي اخترناه وعبارة عن دايفيرجنج. شو بجرب؟ بجرب سكند فورم. السكند فورم هي انا مش رح ادخل معاك كيف ولدنا اول فورم وثاني فورم، هذا عبارة عن مسؤولياته. اوكي بالتالي بلشنا الجسز باللي هي الفاليوز اللي عندنا. اوكي نشامة، واول ايتريشن اعطتني هاي الفاليوز، الايتريشن الثاني اعطتني الفاليوز الاكس واي، والثيرد ايتريشن هيها. وإذا بنقارن بين الريزلتس اللي عندي مع الترو سوليوشن 3.64 و 1.24، بنلاحظ اوكي نشامه انه قاعدين بنقرب، قاعدين بنقرب. يعني لو نعطيها شوية نفس اوكي نشامه وي ويل كونفيرج، وبالتالي السيستم از كونفيرجينج بالحالة هاي. وبننتقل مباشرة لمين؟ للطريقة، أهم طريقة سواء بال 1 دايمنشنال كيس او السكند او المالتي دايمنشنال كيس اللي هي نيوتن رافسون ميثود. بالتالي زي ما حكينا في السابق لو كان عندي سيستم اوف لينير ايكويشنز بالايكويشن فورمات، هي عندي من اف 1 لاف ان وعندي من اكس 1 لاكس ان، بالتالي السيستم هذا حكينا عنه ديتيرمند، وهذا اذا بعبر عنه بالفيكتور فورمات بيطلع هذا الفورمات تبعه، وهذا كله حكيناه في المحاضرات الماضيه. وبالتالي اذا بنتذكر يا نشامه نيوتن رافسون ميثود بال1 دايمنشنال كيس كان عندي هيو اف اوف اكس از ايكوال تو 0، والايتريتيف بروسيس كانت اكس اي بلس 1 از ايكوال تو اكس اي ماينس اف اوفر اف برايم اللي هي مشتقه. هسه يوم بدنا نعمل جنريشن للمالتي دايمنشنال فورم اوف نيوتن رافسون اللي هي سنجل دايمنشنال، يعني بنيجي بنمسك ال1 دايمنشنال وبنعدل عليها بحيث انه نحصل على المالتي دايمنشنال كيس. شو هن الموديفيكيشنز اللي لازم نضيفهم؟ هون بقول لك وي شود بيرفورم ذا فولوينج موديفيكيشنز، في مجموعه من التعديلات بدنا نطبقهن على ال1 دايمنشنال حتى يكون وضعنا تمام. بالتالي هاي الليفت هاند سايد واكس اي بدنا نصير من السكيلر، يعني من ال1 دايمنشنال بدنا نصير المالتي دايمنشنال. هذول مش مشكله. اوكي نشامه، هسه عندي والاف هاي بدل ما هي هون ما سنجل دايمنشنال بدها تصير زي هيك الاف كابيتال اللي هي بالمالتي دايمنشنال، بس في عندي تو مين اوبريشنز هون. في عندي لاحظ في عندي ديفيجن، في عندي اف اوفر اف برايم. الديفيجن بالماتريكس فورمات ممنوع، بالتالي الديفيجن بال1 دايمنشنال كيس نعمل له ريبليسمنت بايش؟ بالماتريكس انفرس. ما في بالماتريكس فورمات اوكي نشامه ما في عندي شيء اسمه ديفيجن، في عندي شيء اسمه انفرس، وبالتالي الديفيجن بال1 دايمنشنال لازم نحوله لماتريكس انفرس في المالتي دايمنشنال. هذا اول تعديل. بالتالي هاي بدها تصير عباره عن ايش؟ انفرس.
اوكي نشامه. طيب الشغله الثانيه، في عندي بالدينومينيتر يعني بالمقام اللي عندي في عندي مشتقه الوان دايمنشنال فيرست ديريفاتيف، هيها اللي هي بالمقام، هاي الوان دايمنشنال فيرست ديريفاتيف اللي هي هيها هو هاي ما بتنفع تظل عندي بالوان دايمنشنال، بدنا نحولها لمين؟ ريبليسمنت باي المالتي دايمنشنال فورم اوف اللي هي الديريفاتيف اللي بنسميها الجي. اوكي يا نشامه، بالتالي عندي تعديلين، التعديلات صارت بشكل رئيسي على السكند بارت. اوكي يا نشامه، اللي هي في عندي ديفيجن بدي احوله لا انفيرس، وفي عندي الوان دايمنشنال الدينومينيتر الديريفاتيف هاي بدي احولها من وان دايمنشنال ديريفاتيف لمالتي دايمنشنال فورم اوف ذا ديريفاتيف اللي بنسميها احنا الجي ماتريكس. اوكي يا نشامه، او اللي هي جاكوبيان ماتريكس. بالتالي يوم نيجي نعمل اكستنشن للان دايمنشنال فورم بصير عندي هاي السكيلر فاليو الليفت هاند سايد، هاي اللي حطينا محلها الفيكتور فاليو، يعني هذا ان دايمنشنال فيكتور، والاكس اي اللي هو برضه صارت ان دايمنشنال فيكتور. ايوه هسه بصير عندي يا نشامه هون بدي احول هذا البارت الى هذا البارت، الديفيجن بدها تصير انفيرس، هيها انفيرس عندي. والشغله الثانيه الديريفاتيف هاي بدها تحول من الوان دايمنشنال لايش؟ للمالتي دايمنشنال. اوكي بالتالي والاف هاي بدها تصير المالتي دايمنشنال اف. بالتالي معظم الشغل جاي بهاي. اوكي يا نشامه، بالجي انفيرس. اول شيء الجي هي عباره عن شو؟ هي عباره عن الجي هيها الجاكوبيان ماتريكس اللي فيها السايز تبعها ان باي ان، والاليمنتس تبعتها اللي هي البارشال ديريفاتيفز اللي هيها. من يجي الجي ماتريكس هي تعريفها او الفورميليشن تبعها. اوكي نشامه، بالتالي هون الجي هي عباره عن المالتي دايمنشنال فورم اوف ذا ديريفاتيف، بالتالي هون عندي سنجل دايمنشنال صارت جي اللي هي المالتي دايمنشنال فورم اوف ذا ديريفاتيف. كيف هي؟ انا عندي هون نشامه من اف 1 لاف ان، بالتالي باجي بشتق اف 1 لاكس 1، اف 1 لاكس 2 لحد اف 1 لاكس ان، وهذا بشكل لي اول رو. لاحظ اف 1 لاكس 1، اف 1 لاكس 2 واف 1 لاكس ان، هذا بكون اول رو. بعدين بروح باجي بشتق اف 2 بالنسبه لاكس 1، اف 2 بالنسبه لاكس 2 لحد اف 2 بالنسبه لاكس ان، هذا بشكل لي السكند رو هيها. بعدين بكمل بظني ماشي لغايه وين؟ اف ان، باجي بشتق اف ان لاكس 1 واف ان لاكس 2 لحد اف ان لاكس ان، هيها اخر رو. بالتالي اذا بنيجي بنعد عدد البارشال ديريفاتيفز اللي في الجاكوبيان ماتريكس، هاو ماني بارشال ديريفاتيفز عندي؟ هيو دائما اخر اليمنت هو اللي بيعطيني المعلومات، اخر اليمنت هو اللي بيعطيني السايز. هون عندنا الافس يا نشامه عندي من اف 1 لاف ان، بالتالي ان، والاكسز من اكس 1 لاكس ان، بالتالي راح يطلع عندي زي ما قلنا هي عباره عن ايش؟ ان باي ان ماتريكس او بارشال ديريفاتيفز. بالتالي هون عندي ايش؟ ان باي ان الجاكوبيان ماتريكس هاي هي عباره عن ان باي ان ماتريكس، والاليمنتس تبعتها هن عباره عن البارشال ديريفاتيفز تبعات كل اف بالنسبه لكل اكس. واضح يا نشامه؟ اي سؤال لغايه الان؟ اي سؤال يا نشامه لغايه الان؟ نشامه العرب، اي سؤال يا شباب لغايه الان؟ بالتالي هاي التحويلات اللي عملناها. اوكي يا نشامه، بالتالي هاي التحويلات اللي عندنا اللي هي السنجل دايمنشنال ديريفاتيف حولناها لمالتي دايمنشنال اللي هي طلعت ماتريكس اوف سايز ان باي ان، والديفيجن صارت انفيرس. بالتالي كل الشغل اللي عندنا على هاي الشغله اللي هي هون، كل الشغل اللي عندنا على اللي هي الجي ماتريكس. الجي نفسها هي عباره عن البارشال ديريفاتيفز اللي هي الماتريكس اوف بارشال ديريفاتيفز، والانفيرس عشان يبدل لي مين؟ يبدل لي الديفيجن للانفيرس. وبالتالي معظم الشغل جاي على الجي ماتريكس والانفيرس تبعها. واضح يا نشامه؟ طيب بنيجي لاخر بارت اللي اف. احنا قلنا الاف يا نشامه هي في البدايه بالماتريكس فورمات او بالفيكتور فورمات بكتب هذا السيستم اوف نون لينير ايكويشنز اللي الرايت هاند سايد تبعه كله دائما لازم يكون ايش؟ زيروز،
بكتبه بالماتريكس او بالفيكتور فورمات بطلع عندي هيك. وبالتالي نشامه الاف هيها عباره عن الماتريكس او السيستم اوف ايكويشنز، بعبر عنهن بايش؟ بالماتريكس او الفيكتور فورمات زي ما هو موجود عندي. اي سؤال لغايه الان يا نشامه العرض؟ اي سؤال؟ طيب ممكن يا نشامه واحد يقول انا صار في مشكله، صار عوم او عندي، نقول له تفضل يا نشم العرض. هسه اذا بتركزوا لي على equation 2.35 اللي هي هاي الايكويشن، انا عندي يا نشامه اكس x of i plus 1 بالفيكتور فورمات، what does it equal؟ x i اللي هي الـ previous iteration بالفيكتور فورمات minus، عندي ايش يا نشامة؟ j inverse في الـ f، مش هيك الفورمولا؟ مش هيك الفورمولا يا نشامة؟ هيها هاي الفورمولا، minus j inverse في الـ f، وكله شغال عند وين؟ عند الـ XI. بالتالي هاي أول فورم. والفورم الثاني ممكن واحد يقول طب أنا ممكن أقلب الأمور، نقول له كيف يا نشمي؟ نقول بيقول كيف؟ بيقول XI بلس 1 على راسي يساوي XI ماينس F في الـ J انفيرس. بالتالي انا هون عندي ممكن واحد يجي يقول والله انا عندي تو possibilities، احتمالين. ليش يا دكتور انت اخذت هذا الفورم ولغيت هذا الفورم؟ واضح ان شاء الله. احنا قلنا هاي الجي انفيرس هون وهاي الجي انفيرس هون وهاي الاف هون وهاي الاف هون، بس هو قاعد بيلعب بالاوردر اوف ماتريكس مالتيبليكيشن. شو خلى هذا عباره عن صح وخلى هذا غلط؟ اوكي ان شاء الله، شو رايكم؟ افتوني. ليش واحد منهم صح وواحد منهم غلط؟ يعني هون قاعد بلعب بالاوردر. احنا سوينا بالحالتين الجي، سوينا الجي انفيرس والاف، بالتالي مره بقول جي انفيرس في اف ومره بقول اف في جي انفيرس. ليش واحد منهم صح والثاني غلط؟ افتوني يا نشامه. هذا بيعرف؟ طيب هسه يا نشامه هون الماتريكس هاي او الفيكتور هذا هو عباره عن ايش؟ n باي 1، والفيكتور هذا n باي 1، والجي n باي n، والاف n باي 1. احنا بنعرف انه اي اديشن او سبتراكشن بروسيس اللي هي هون لازم يكون كل الاليمنتس اللي فيها نفس الدايمنشن، بالتالي هون عندي n باي 1 n باي 1، وهذا يوم نيجي نضربه شو بطلع؟ بطلع ستيل n باي 1. بالتالي هون من الاديشن والمالتيبليكيشن يوم نطبقهم مع بعض للماتريسيز بطلع عندي هون n باي 1 n باي 1، وقاعد بطرح منها n باي 1 معناته منطق. طب تعالوا هون هاي n باي 1 وهاي برضه n باي 1 والاف n باي 1 والجي n باي n. هسه هون عندي ما في مشكله، هون ما عندي ما في مشكله. تعالوا على هاي، هل هاي بقدر اعمل كان اي ابلاي المالتيبليكيشن؟ شو رايكم يا هشام؟ بقدر اضربهن؟ نقدر نضرب التو ماتريسيز هذول او الفيكتور مع الماتريكس؟ لا دكتور. ها؟ لا. لا ليش؟ عشان السايز. هون يا نشامة لاحظ احنا في الماتريكس مالتيبليكيشن اللي متذكر منكم. اوكي يا نشامة، لازم يكون هذا الدايمنشن يساوي هذا الدايمنشن حتى يكون الشغل صح.
بالتالي بالحالة هاي كان n بn. بينما هون 1 by n ما بزبط. بالتالي عشان هيك قلنا هذا الخيار ملغي. بالتالي هاي ليش اخترنا هذا الفور مش هذا الفور؟ عشان مين يا نشامة؟ هون بحافظ على الاوردر كلياته بطلع n by 1 وبالتالي من الماتريكس multiplication والماتريكس addition او subtraction هذا بطلع صحيح. بينما هذا I cannot apply this operation. هاي العملية n by 1 اجي اضربها ب n by n this is not valid. ما بقدر اطبقها عشان هون عندي 1 وهون عندي ايش n وبالتالي this operation is not valid. عشان هيك السيناريو هذا ملغي. واضح يا نشامة؟ واضح يا شباب؟ اي سؤال؟ اي سؤال؟ طيب بنرجع. هسه يا نشامة انا عندي الفورمولا هاي. هاي للنون لينير. بقول لك هون بدنا نتاكد من الفورمولا الايكويشن هذيك تبعت النون لينير ونطبقها على سيستم اوف لينير ايكويشنز. بالتالي يا نشامة انا اذا عندي الجوريثم بحل النون لينير. اوكي نشامة وجيت اخترت السيستم اللي عندي يكون لينير. هل النون لينير الاصل يتعامل لي مع اللينير كيس ولا لا؟ الاصل انه يتعامل عشان اللينير حاله خاصه من النون لينير يعني اسهل. بينما العكس ما بيجوز. بالتالي لو جينا اعطينا النون لينير سيستم اللي هي الايكويشن قبل شويه غذينا لها سيستم اوف لينير ايكويشنز اللي هو اي اكس از ايكوال تو بي اللي ناقشناه مر معنا في السابق. بالتالي هاي عندي سيستم اوف لينير ايكويشنز اللي هو لينير كله وجينا حسبنا له الجاكوبيان. الجاكوبيان ماتريكس هاي الفورميليشن تبعها حكيناها قبل شوي. اذا بنيجي بنطبق الجاكوبيان على هاي بارشل اف 1 اوفر بارشل اكس 1 بطلع هذا، واذا مشينا فيها اخر ايمنت بطلع هذا، واللي هون بطلع هذا، واللي هون بطلع هذا. بالتالي هاي الايمنتس تبعت الجاكوبيان بطلع نفسها هي عباره عن الماتريكس A، صح؟ ماشيين مع الشباب ولا لا؟ بيطلع الجاكوبيان هذا يوم اطبقه على الماتريكس هاي على السيستم هذا بيطلع الجاكوبيان هذا هو واللي هو نفسه الA ماتريكس الاصليه. طيب هسه اذا مشينا بالاشتقاق هاي الفورميليشن تبع نيوتن رافسون ميثود واسيومنج انه الجاكوبيان هو عباره عن ايش؟ الجاكوبيان ايه؟ ولاحظ الجاكوبيان هل هي كونستانت ولا عباره عن فانكشن اوف اكس اي؟ احنا لا ننسى انه هون شايفين الجاكوبيان وضعها الطبيعي انها تكون فانكشن اوف البريفيس ايتريشن. بحالتي هون الجاكوبيان طلعت كونستانت ما بتتغير مع الاكس اي. اوكي يا نشامه اذا مشينا بالحل هي مكتوب عندك مش راح امشي بتفاصيله. بالنهاية بيطلع عندي الـ x is equal to a inverse في الـ b وهذا الحكي بنعرفه احنا. إذا كان عندي system ax is equal to b الحل تبعه عن طريق الـ inverse method اللي هي بنضرب الـ equation هاي أو system هذا بـ a inverse بصير عندي الـ x بالـ left hand side وبالـ right hand side بصير عندي a inverse في الـ b وبالتالي ما جبنا أي شيء جديد واللي هو عبارة عن non-iterative. بالتالي هاي يا نشامة يوم مشينا وعوضنا السيستم اوف لينير ايكويشنز وصلنا بالنهايه للسيستم هذا اللي هو النون ايتريتيف وبالتالي الايكويشن تبعنا عباره عن ايش؟ مضبوطه. طيب هسه يا نشامة اذا بنرجع للسيستم اوف نون لينير ايكويشن اللي هو هذا هو اكس اي بلس 1 از ايكوال تو اكس اي ماينس الجي انفيرس محسوبه عند الاكس اي في الاف عند الاكس اي. هذا يا نشامة بتضمن حسبة مين؟ حسبة الجي انفيرس. وعادة يا نشامة احنا الانفيرس لا نفضل استخدامه وين؟ لا نفضل استخدام الانفيرس في اي ماثماتيكال اوبريشن. بالتالي هون نيوتن رافسون ميثود اللي مبنية على الطريقة هاي اللي هي الجي انفيرس كالكوليشن في لها ويكنس او نقطة ضعف اللي هي وي شود كومبيوت اللي هو الماتريكس انفيرس بكل ايتريشن. عشان ليش؟
هاي جي انفيرس، والجي انفيرس اتس ا فانكشن اوف اكس اي ان جنرال. بالتالي بدنا نحسب الجي انفيرس عند كل ايتريشن، بالتالي بدنا نلغي الكالكوليشن تبع الجي انفيرس. بدنا الكمبيوتيشن اوف جي انفيرس بدنا نتجنبها. وبالتالي بدنا نعمل حركه بسيطه بحيث انه نحول الجي انفيرس لا سوليوشن اوف سيستم اوف لينير ايكويشنز. يعني احنا هون عندنا مثلا لما اخذنا اللينير سيستم اوف ايكويشنز قلنا واحد من طرق الحل اللي هو ايش؟ الانفيرس. بدي ارجع السيستم بدل ما هو انفيرس لا سيستم اوف لينير ايكويشنز واحله باي طريقه اللي راح يمر معنا في الشابتر الجاي. ذا نيكست شابتر. بالتالي هون يا نشامة بدنا نعمل موديفيكيشن للفورمات اللي عندي اللي هو هذا بحيث انه نلغي الانفيرس كالكوليشن. بالتالي شو هن خطوات الغاء الانفيرس؟ تو ستيب بروسيس، خطوتين. اول شيء بقول لك تعال امسك لي هاي، امسك لي البارت هذا كله بما فيه الماينس وسمي لي يا واي، سمي لي يا واي. بالتالي هيو الواي هي عباره عن السكند بارت هذا بما فيه الماينس اللي هي جي انفيرس في الاف. الواي اللي هي ايش؟ هاي اللي هي جي انفيرس الماينس جي انفيرس في الاف، سميناها واي. طيب معناته حصلنا على السيستم هذا. بعد ما حصلنا على السيستم هذا بقول لك اضرب السيستم هذا اللي عندي بجي من الليفت هاند سايد. شو بحصل؟ بحصل على جي في واي از ايكوال جي في جي انفيرس في مين؟ في الاف. احنا بنعرف انه اي ماتريكس في الانفيرس تبعته شو بيطلع؟ بيطلع الايدنتيتي ماتريكس، صح؟ ماشيين معي شباب ولا لا؟ اي ماتريكس A في A انفيرس يساوي I، B في B انفيرس او B انفيرس في B دائما بيطلع معي الايدنتيتي ماتريكس. بالتالي انا يوم ضربت الايكويشن هاي ب J من الليفت هاند سايد، يعني هون دخلت J وعلى الليفت هاند سايد دخلت J، صار عندي هون J في J انفيرس، بالتالي بيطلع I. بالتالي الرايت هاند سايد تبعي كله هذا بيطلع ماينس F، والليفت هاند سايد بيطلع عندي الجي في الواي. معناته يا نشامه حولت هاي السيستم ل سيستم اوف لينير ايكويشنز، وبعدين بحله باي طريقه. هون بقول لك بعد ما تحوله للسيستم هذا، اوكي يا نشامه، حله باي طريقه، واحنا بندور بالحل هذا على مين؟ بندور على الواي. بالتالي الجي هاي معروفه والماينس اف معروفه. بالتالي we should solve it for y. هيو solve the above system for y. طيب بعد ما نحسب ال y بنحسب ال xi، بنرجع للإيكويشن هاي. لا ننسى انه احنا قلنا من الماينس من هون لحد وين؟ لحد هون. شو سميناها؟ سميناها y. بالتالي ال xi plus 1 اذا بنيجي هون شو يساوي؟ يساوي xi بلس مين؟ كله هذا سميناه y بلس y، وبالتالي بحصل على السيستم هذا. وبالتالي يا نشامه هذا هو الفاينل فورميوليشن اللي راح نشتغل عليه في نيوتن رافسون، انه بنيجي بنوجد ال j. اوكي يا نشامه؟ وبعد ما نوجد ال j بنحل السيستم اوف لينير ايكويشنز هاي لل y. عشان ما بدي انا اروح باتجاه الجي انفيرس، الجي انفيرس ثقيل الدم ما بدي اياها. اوكي؟ وي سولف ات فور واي باستخدام اي طريقه راح تمر معنا في النكست شابتر. وبعدين بصير في عندي الاكس اي بلس 1 اللي هي الابديتد فاليو يساوي البريفيوس فاليو بلس الواي اللي حليتها هسه. وبالتالي يا نشامه معناته ايش؟ معناته نيوتن رافسون ميثود بكل ايتريشن من نيوتن رافسون ميثود لازم نحل سيستم اوف لينير ايكويشنز اللي هو مين؟ اللي هو هذا اللي هو J. هذا هو الJ في J في Y is equal to minus F. بكل iteration لازم نحلها ونحلها for Y. We should solve it for Y زي ما حكيت قبل شوي in every iteration of the solution process. طيب خلينا ناخذ example. هذا الاكزامبل اللي قبل شوي مر معنا.
وبقول لك حله باستخدام نيوتن رافسون واستخدم الانيشال جس هاي وبقول لك هاي الحل. طيب هسه صارت نيوتن رافسون بتتالف من خطوتين زي ما حكينا هون، هي تو ستيب مانر. شو هن خطوات؟ اول خطوه اللي هي اكس اي بلس 1 از ايكوال تو اكس اي بلس واي عند الاكس اي و J في Y is equal to minus F اللي هي J في Y is equal to minus F. بالتالي أول خطوة بنحسب الجاكوبيان، هاي الجاكوبيان ماتريكس حالتنا بتطلع 2 by 2 وهي الإليمنتس تبعاتها as a function of X and Y وحالتنا بتكون function of X. طيب بالفيرست iteration نيجي بالفيرست iteration اللي هو عند الـ I بزيرو الاكس انيشال اللي هي معطاه معنا وين؟ معطاه معنا في المعطيات هيها اللي هي 3 و 1. هيا بلشنا باكس انيشال 3 و 1. بعدين حسبنا لها الجي عندها وحسبنا لها برضه بنفس الاتجاه الاف. الاف وبعدين حلينا اللي هو السيستم هذا اللي هو J في Y is equal to minus F and we solve it for Y. طلعت معي الواي هاي هي. وبعدين عوضنا X بالفيرست iteration equals X في الانيشال guess plus Y اللي هي هاي. وبالنهاية طلع معنا ال X بالفيرست iteration اللي هو هاي الفاليوز. طيب بنروح للسكند. السكند عندي اللي ببلش فيها هيها x1 اللي هي هاي هيها وباجي بحسب الـ j عند الـ x1 اللي هي هون عند الـ x هاي وبحسب الـ f برضو عند الـ x1. اوكي نشامة. وبعدين بطلع معاي system of linear equations بحله 4y بتطلع معاي الـ y هيها. وبعدين بطبق x بالسكند iteration what does it equal X بالفيرست iteration plus الواي وباجي بمشي فيها بطلع معاي هاي الواي الاكس بالسكند iteration اللي هي اكس وواي بالسكند iteration. بعدين بروح للثيرد وبنفس البروسيجر مش راح اظني امشي معك بطلع معاي اكس بالثيرد iteration اللي هي هاي الفاليوز وبروح لاخر شيء بالفورث iteration اللي هي الاي ب 3 وبطبق نيوتن رافسون. اوكي نشامة. وبطلع معاي X4 اللي هي هاي الفاليوز. طيب اذا بنرجع لمعطيات الاكزامبل هذا شو كان عندي الترو سوليوشن الترو روتس؟ كان عندي X is equal to 3.6438 وال Y 1.2409. تعال تفرج على الحل بالفورث iteration. اوكي نشامة. هذا الاكس ابروكسيميت وهاي الاكس هاي سوري هاي الاكس ابروكسيميت وهاي الاكس ترو. هل ان اب تو 5 significant figures they are exact 5 significant figures they are exact وهاي الواي وين الابروكسيميت وهاي الواي الترو. هل هن برضو up to 5 significant figures they are exact ولا لا؟ They are exact. بالتالي نشامة مين بيعطيني معلومات انه am I converging yes or no؟ مين بيعطيني المعلومات عن الكونفيرجنس؟ مين بيعطيني نشامة معلومات عن الكونفيرجنس؟ سؤال كيف بعرف حالي انه انا قاعد بعمل كونفيرجنس ولا لا؟ هاي نشامة العرض بدنا نقط. هاي يا شباب مين بيعطيني معلومات انه هل انا بالاتجاه الصحيح؟ هل انا باتجاه الكونفيرجنس ولا انا صارحة والرب راعيها اللي هي بالدايفيرجنس دايركشن؟ اوكي اي حدا بيعرف؟ اوكي هسه انا شامل بيعطيني المعلومات اللي هي مين؟ اللي هي الواي. الواي ليش؟ عشان الفرق اذا بنرجع لنيوتن رافسون هاي نيوتن رافسون بقول لك الفرق بين مين ومين؟ بين الكرنت
iteration result والprevious مين هو الفرق؟ الفرق اللي هو الواي. بالتالي كل ما كانت الواي قاعدة بتروح باتجاه الصفر معناته الكرنت بدها تكون close للprevious. بالتالي الفرق بينهم بده يكون very minimal. وبالتالي كل ما الواي قلت عندي أو كانت decreasing معناته أنا بالدايركشن الصح. I am converging. بالتالي لاحظ معي بأول مرة بأول iteration كانت الواي كبيرة relatively يعني 0.7 و 0.4. بعدين يا نشامة قلت هاي الواي. بالثيرد iteration وين الواي؟ هايها قاعدة بتقل. وبالفورث iteration صارت 10 to the power minus 5. وبالفيفث سوري بالفورث لا هي مش الواي، هي الواي بالفورث iteration هيها. بالتالي minus 7 وminus 6. وبالتالي يا جماعه لو رحنا للفيفث iteration وظلينا نزيد وكان عندي true solution معطى عندي 16 significant figures يمكن الواي بالفيفث iteration تصير 10 to the power minus 10 وبالسيكست iteration تصير 10 to the power minus 13 مثلا على سبيل المثال. ونوصل للاكزاكت فاليو اوكي اب تو 16 significant figures مثلا بالسيفنث iteration او بالايث. واضح يا نشام؟ وبالتالي اللي بيعطيني معلومات عن انه Am I converging yes or no اللي هي الواي عشان الواي هي الفرق بين البريفيوس والكرنت. بالتالي كل ما قل الفرق هذا بنسميها هي الابديتنج فاليو هي التطبيش اللي بزيدها. كل ما قلت زي ما هي هون معناته كل ما انا باتجاه الحل الصحيح. طيب ناخذ سيستم اعقد شويه سيستم اوف لينير ايكويشنز اللي هو هيو. اوكي نشامة ناخذ سيستم اوف لينير ايكويشنز. اوكي نشامة ثاني اللي هذا هو اوكي هذا 3 باي 3 وين الثري فاريبلز اللي عندي؟ هيو عندي اكس وواي ومين الثالث؟ اللي هو الزد. وهاو ماني ايكويشنز؟ 3 ايكويشنز. بالتالي عندي 3 انونز و 3 ايكويشنز معناته السيستم ديتيرمند وبالتالي بنقدر نطبق اللي اخذناه. بقول لك حله باستخدام نيوتن رافسون والانيشال جيسز 0 0 1. اوكي نشامة هون هيو اول شيء قلنا لك يوم بدك تكتب الافس لازم كله يكون الرايت هاند سايد زيروز. بالتالي لازم اخذ هذول على اليمين على اليسار وبالتالي يصير الرايت هاند سايد دائما كله قديش زيروز بعبر عنهم اف 1 اف 2 اف 3 وبعدين بنعبر عن جاكوبيان اللي هو هيو ان جنرال كيس. اوكي نشامة وبمشي بالايتريشن هو مش معطيك التفاصيل. لاحظ عندي اول حاله هاي الواي بالسكند ايتريشن فرج على الواي هاي بالثيرد ايتريشن هاي الواي قاعدة بتقل ولا لا يا نشامة؟ قاعدة بتقل. بالفورث ايتريشن برضو الواي هاي اوكي بالفيفث هاي الواي قاعدة بتقل وبالسكست يا نشامة قاعدة بتقل عشان ايش صارت 10 to the power minus 3 معناته we are in the correct direction. لاحظوا يا نشامة بالاكزامبل هذا ما اعطيناكيش اي معلومات عن الترو سوليوشن ما اعطيناكيش اي معلومات عن الترو سوليوشن. ليش؟ عشان ممكن يكون الترو سوليوشن از انون. الترو سوليوشن عباره عن ايش؟ مش معطى عندنا. ما في اناليتيكال سوليوشن. اوكي بالتالي هون ما عندنا غير اللي هي الايتريتيف سوليوشن او الابروكسيميت سوليوشن. ومره ثانيه هون يا نشامه في عندنا ايش؟ في عندنا سيستم اوف نون لينير ايكويشنز وهذا اي ثينك المثال الاخير. سيستم اوف نون لينير ايكويشنز of two nonlinear equations وبقول لك حله باستخدام نيوتن رافسون وهي initial guesses. بالتالي هون ما دخلنا لك ايش بالتفاصيل اعطينا لك الحل هي باستخدام هي الاكس والواي من الانيشال جس اللي هي الانيشال جس وحلينا لغايه مين؟ لغايه 10 iterations.
وهي قيمة F وF وهي إبسلون A للإكس وهي إبسلون A للواي. لاحظ يا نشان وصلنا بالنهاية لهذول الفاليوز. مين بيعرفني من التيبل هذا إنه Am I converging yes or no؟ إذا أعطيتك تيبل مين بيعرفني إنه أنا بالاتجاه الصحيح ولا لا؟ اللي بيعرفني شغلتين، يا إما بتفرج على الأف، إحنا ايديالي يا نشامة لازم تكون F1 وF2 بحالتنا شو قديش؟ بالايديال كيس قديش لازم تكون قيمة الأف؟ لازم تكون 0 0، بالتالي أنا هون عندي ماينس 7 وماينس 7، معناته Is it considered as very close approximation يعني good approximation للزيرو؟ Yes. بالتالي هون عندي minus 7 و minus 7، بالتالي أول معلومة بحصل عليها اللي هي قيمة الاف. الاف كل ما كانت close to zero معناته هذا بيعطيني تطمين، رسالة تطمين إنه we are in the correct direction، صح؟ طيب هاي one part. بالتالي أول شيء الاف. هون مش معطيك معلومات عن الواي، لو كان الواي موجودة برضو الواي كل ما قلت كل ما كان بيعطيك ايش؟ بيعطيك انه هاي كونفيرجنس سبيد، وي ار ان ذا كوريكت دايركشن، وي ار كونفيرجنج او دايفيرجنج. بالتالي اول معلومات تاخذها من قيم الاف، كل ما كانت الاف اول افس من اف 1 لاف ان كلوز تو زيرو معناته هاي احنا وي ار ان ذا كونفيرجنس دايركشن. والاتجاه الثاني او المعلومه الثانيه اللي هي الواي كل ما كانت close to zero معناته we are in the correct direction. والمعلومة الثالثة الإبسلون A، الإبسلون A لاحظ قاعدة بتقل ولا لين شامة؟ قاعدة بتقل، وبالتالي هذول هن الثلاث معلومات اللي من خلالها بقدر أحكم عبارة عن إنه am I converging yes or no. واضح يا شامة؟ أي سؤال؟ هذول هن الثلاث معلومات اللي من خلالهن بقدر أحكم إنه هل أنا بالاتجاه الصحيح Yes or no. المنسق احنا بلشنا بالمحاضرة 17 كانت هاي 18 ولا انا غلطان؟ يعني انت مقدم محاضرة في العد بس حكينا قبل والله ما ندري. طب خلينا انا اعارض وبعدين بعدلهن هون بسيطة دقيقة شوي. احنا ما كانش هون عندنا صح؟ لا لا ما كان عندنا هون. هاي 18 ليش احنا بلشنا وين؟ بلشنا بهاي 17 معناته 18 بدها تصير. احنا وقفنا على 18 اليوم ولا 17؟ يعني احنا فعليا اليوم 17 بس انت حط. طيب خلص خلينا على هذا وبعدين بعدل فيها. بالضبط يعني هاي 19 غلط، خليها 18 وانا بعدين نتاكد. وانت يوم انزل انا الهاند اوت فقد لي اياها وين في انا بكون زايد، اوكي؟ وبالتالي خلينا نحفظها، اوكي؟ ببين معنا وين اللي هي المشكله. طيب هون مش راح اناقشه، هذا سمري، هذا سمري تلخيص لكل هذا، هذا انت بتقراه، مش راح اناقشه. اوكي نشامه، ببين لك اللي هي الوان دايمنشنال كيس، مقارنات بين البراكتنج ميثودز والاوبن ميثودز، شو حسنات، شو سيئات من جميع النواحي، وبعطيك الفورمولا والجرافيكال سوليوشن والفورمولا تبعتنا، مش راح ادخل بتفاصيل كله دفناه مع بعض. وهاي بيعطيك يا نشامة عن الالجوريثمز اللي ممكن تستخدمهن، برضه هذا بروجرامينج مش راح ادخل فيه. وبالتالي هيك بيكون التشابتر انتهى وعظم الله اجركم. اي سؤال يا نشامة؟ هيك بيكون كل التاسك اللي موجوده عندك بدك تحلها. واضح يا نشامة؟ كل التاسكس انتوا تاسكاتكم من 1 لـ 7 ولا من 1 لـ 6؟ لسبعة دكتور. 7 تاسك. بالتالي هسا احنا كلياته في المرمى تبع التاسكس تبعاتكم. اي سؤال يا نشامة عن التشابتر الحالي؟ هيك التشابتر الحالي ختم. اي سؤال يا نشامة؟ اللي عنده سؤال يرفع ايده. ارفع ايدك. مين رافع ايده؟ اوكي رنيم تفضلي. دكتور بالبداية حددت الديدلاين والله علي صوتك. حددت الديدلاين للتاسك؟ والله انا لسه الفورماتنج في عندي شغلتين، اللي هي الفورماتنج شو شروط الفورمات تبع الحل. يعني في ستاندرد معين واللي هو قريب للهاند اوتس. اوكي نشامة قريب للهاند اوتس. اوكي
هذا الفورماتنج والجايد لاينز تبع الفورماتنج لسه ان شاء الله منسق ذكرني انه اعلن لكم اياه. تمام اوكي نشام، عشان انه في لكل شيء فورمات، اللي هو حاول اللي بده يبلش ويحل صح يشوف الهاند اوتس. يعني في للايكويشن في فورمات، للفيجرز في فورمات، للتيبلز في فورمات اللي هو زي موجود بالهاند اوتس، وللتاسك اللي هي التايتل والسب تايتل والسب سب تايتل في له برضه فورمات. وبالتالي نشام هذا دليلنا فيه اللي هي الهاند اوتس، بس انا راح انزله حتى اطلع من خطيتكم، عشانه اهميه الفورمات لا تقل عن اهميه الحل الصح. تمام. اوكي نشام، بالتالي راح انزل لكم اياه، والديدلاين راح يعني اشوف يعني راح يكون من هسه، ممكن اعطيكم اسبوعين حيث انه اطلع من خطيتكم من هسه، يعني ممكن يكون التسليم بعشرين الشهر. دكتور بس الاسبوع الجاي ان شاء الله راح يكون كله مترم، يعني هو عندكم هذا الاسبوع، هذا الاسبوع اذا الاصل وزعتوها على حالكم جروبات انتو ثلاثات صح؟ يعني اذا اشتغلتوا صح اسبوع، بس انا كنت بدي اقول لكم لحد الجاي، بس انا قاعد بعطيكم مجال لا اللي هي لا يعني بكون عندكم مر عليكم تو ويكندز. هسه الاصل الشاطر واللي عارف مصلحته اوكي نشام شو يسوي؟ الاصل انه يشتغل بيهم بالاسبوع هذا، وزعوهم بينكم وحلوا اوكي نشامه، وعلى اساس تكون داخل على الفاينل بفيدك بشغلتين. اول شيء الماده صارت كلها عباره عن يعني التاسك بغطن كل الشغلات المهمه بالماده، وبالتالي الماده بتكون عباره عن مريت عليها وفهمتها، والشغله الثانيه بتكون التاسك خلصت منه، وبالتالي اذا دخلت على الفاينلز راح تاكل هواء. هي عندك اسبوع اوكي يا نشامه، حاولوا وزعوا التاسكس اللي عندكم بينكم اوكي، اقروهم ووزعوهم حيث انه بيطلع لكل واحد تو تاسكس، مش هذاك المعجزه. وبالتالي يا نشامه حاول استغل الاسبوع هذا بحيث انه ايش تحاولوا تحلوا اللي هي التاسكس اللي موجوده بين ايديكم عن طريق توزيع راندوم، ماليش دخل فيها، انتم بتوزعوها بينكم حيث انه ايش يكون وضعكم تمام التمام. اما انا مش راح اخر يعني ماكسيمم تو ويكس. تمام دكتور، بس اخر سؤال، الميد تيرم حددت الماده تبعته؟ خلص الميد تيرم لحد هون شابتر 1 و 2 صح؟ ايوه يعني لحد هون، الشابتر اللي جاي ما اظنش ادخله اوكي. مش راح يكون داخل باللي هو الميد تيرم، وبالتالي نشامه عشان بيطول الشابتر اللي هو شابتر 3، بالتالي راح يكون من ضمن الـ 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 يعني يدخل بالفاينل بشكل رئيسي. وبالتالي نشامه بشكل رئيسي راح يكون في عندنا اللي هي الشابتر 1 اند شابتر 2، اللي هي عشان هيك قلت لكم اللي بحل هسه قاعد بعمل ريفيو لمين؟ للماده. اوكي اللي جاوبته رنيم، انت جاوبتك نزلي ايدك والله اذا سمحتي. في كان واحد ما بدريش نور كان رافع او رافعه ايدها ما بدريش. دكتور كنت رافع ايدي بدي اسالك عن اخر مثالين حليتهم، لما ما يكون عندي true value عند اي iteration انا لازم اوقف. يعني انا قلنا لكم هذا بدايه الشابتر الحالي، قلنا لكم في عندي الكونفيرجنس والشابتر الماضي، قلنا لكم يا اما عباره عن بيكون في عندي number of iterations محدد، او يكون عندي اذا ما كان عندي الاكزاكت سوليوشن موجود بكون عندي ايبسلون اي اوكي نشامه. بالتالي اذا كان عندي ايبسلون اي انا عندي بالمالتي دايمنشنال في عندي مالتي ايبسلون صح؟ زي ما هو موجود عندي هون بيطلع عندي مش ايبسلون واحد، بيطلع عندي لكل فاريبل ايبسلون لها صح؟ بالتالي الشرط تبعي، وهذا منيح اللي سالتيه اوكي نشامه، الشرط تبعها انه يكون ايش؟ انه يكون اللهم صل على سيدنا محمد الابسلون اي اكبر ابسلون اقل من الثريشولد، واضح؟ اكبر ابسلون عندي، يعني مثلا هون ما باخذ اقل ابسلون، يعني للاكس في فاليو وللابسلون للواي مثلا في فاليو ابسلون، باجي باخذ الماكسيمم ابسلون، يعني بحالتي مثلا هذا لازم يكون مثلا لو كان بدي احطها 0.5 10 to the power minus 5، معناته بشوف اكبر واحد من كل الابسلونز ولازم يكون اقل من مين؟ من الثريشولد اللي محدده، مش اكبر واحد، مش اي واحد منهم اذا نزل، لازم معنى اخر يعني كلهن يكونن اقل من الثريشولد. وضحت؟
مين وضحت. وضحت. وضحت ولا لا؟ بالتالي أنا هون بالمالتي دايمنشنال I don't have one epsilon. I have multi-dimensional epsilon عددهن n. epsilon a بحكي. إذا كانت true value مش موجودة. وإذا كانت true value epsilon t برضو multi-dimensional. بالتالي هون يا جماعة أنا بحدد لك epsilon واحدة threshold. epsilon 1 ولا epsilon 2. بالتالي أنت كيف بدك تعرف؟ بدك يكون كلياتهن سواء epsilon a ولا epsilon t ينزلن تحت threshold. بالتالي يعني بمعنى آخر أكبر إبسلون لازم تنزل تحت الثريشولد. وضحت؟ طيب اللي بعديه رنا. دكتور بس بدي أسألك، بأول شابتر لما حكينا على الباي سيكشن حكينا من الشروط إنه أنا عادي يكون عندي أود نمبر أوف ريل روتس بس ما بيصير يكونوا إيفن، وحكيت السبب انه اذا كانوا ايفن راح ابلش بموجب ونخلص بموجب او اشي زي هيك. لا، اذا كان ايفن ما بحقق الكونديشن تبعنا. ليش؟ ما شرحتها بوقتيها، انت رجعت للمحاضرة؟ دكتور رجعت حضرتها بس شفتك انك بتحكي انه بلشنا ايفن اود ايفن، قصدي سوري بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. احنا شرحت لكم اياها عبارة عن قلنا اذا كان في عندي odd number of roots معناته دائما بيكون في عندي ايش؟ بيكون في عندي sign change بين البداية والنهاية او بين xl و xu، بيكون في عندي حاصل ضرب بين f of xl في f of xu. اذا كان عندي odd number of roots بيكون دائما negative، بس اذا كان even بيكون يا اما f of xl و f of xu الثنتين positive أو f of xl و f of xu ثنتين نيجاتيف، بالتالي يوم نضربهن بيطلع دائما الساين greater than zero يعني بوزيتيف، بالتالي عشان هيك ما بقدر أبلش بالايتريتيف بروسيس. طيب دكتور هلا أنا حوالين الروت الواحد مش بيكون في عندي تغير بالإشارة، ليه عم تاخذ كل قلنا الروت؟ احنا قلنا من بداية الأسامبشنز اللي عندنا في الشابتر هذا، أنا هذا بس أعطيتكم إياه هيك حتى ما يصيروش فيك عومو. قلنا في بداية الشابتر انه لازم نفترض روت واحد، يعني انت قصدك خلص هون وين راح؟ هي قلنا احنا عند الشابتر في عندي اسامبشنز وبمشي عليه، انه الروت تبعاتي بتعامل مع ريال روت كومبلكس كونجوجيت مش داخل التغطيه، والشغله الثانيه انا بدي 1 ريال روت اما كل الروت مش مهتم فيها. بالتالي انا يوم بدي 1 ريال روت معناته لازم يكون في ساين تشينج، وقلت لكم هذيك اضافه بس حتى تكونوا عارفين كوعكم من بوعكم انه ايش؟ انه اذا كان عندي اليوم يكون في عندي ساين تشينج معناته بيكون في عندي اللي هي النمبر اوف روتس بده يكون دائما ايش؟ اود. اوكي؟ وبالتالي 1 3 بس انا هون مهتم انه يكون عندي 1 ريال روت، انا بس هاي اعطيتكم اياها اضافيه، فهاي عباره عن معلومه اضافيه حتى تفهموها، ولكن انا مش راح اجيب لك اعطيك انيشال وفاينل فاليوز ل xl و xu واعطيك مور ذان، انا همني هي وبناء على الاسامبشن هذا انه عندي 1 ريال روت عندي اللي بحل عليه. وضحت؟ دكتور وضحت. طيب دكتور سؤال بس ثاني سريع، هلا باول الشابتر انت هلا كان في عندنا ايبسيلون a وايبسيلون t، هلا التي بتكون بس لما يكون عندنا الترو فاليو، فانت في بالاكزامبل كنا قاعدين منطلع القيم عبال ما وصلنا لقيمة لإبسلون A أقل من الإبسلون اللي أنا بدي إياها اللي هي كانت أتوقع إيتريتيف 6 أظن، بس الإبسلون A الإبسلون T وصلت القيمة قبلها بإيتريتيف، يعني إحنا كنا بدنا 0.5 أو 5%. أنا قلت لكم الشرط يكون إن الإبسلون T والإبسلون A ماشيات مع بعض، ممكن فعلا الإبسلون T تكون سابقة أو الإبسلون A تكون سابقة، بس أنا هون بحكي عن مين؟ أنا بحكي إذا توفرت الترو سوليوشن بقدر أطبق هذول الأربعة مع بعض، يعني بأي ألغوريثم بدك تبرمجه، إذا كنت بدك تكون بالسيف سايد لازم تبرمج هذول الأربعة كونفيرجنس كونديشن أو دايفيرجنس كونديشن اللي سميناها تيرمينيشن، بناء عليه إذا أعطيتك الترو بتشغل هاي بكون مع البقية. اوكي، واذا ما اعطيتكش الترو بصير هذا مش شغال، بصير الابسلون اي هي اللي شغاله، وهاي بتكون شغاله على الاف وهاي بتكون شغاله على الماكسيمم نمبر اوف ايتريشنز. بالتالي هذول اصل الالجوريثم تبعك يكون مبرمج فيه الاربعه، انا بناء على المعطيات شو طالبك
هل بتستخدم هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي؟ ساعتها الالجوريثم بده يكون سمارت، انه شو اللي اعطيتك اياه اشتغل عليه والبقيه حطه على جنب. تمام دكتور، واضح، شكرا. اي سؤال ثاني يا نشامة؟ اي سؤال ثاني يا نشامة؟ اوكي نشامة، خلينا نوقف التسجيل.